جدل أخذ اللقاحات المضادة لفيروس كورونا لا يزال قائما بين شرائح متعددة من الناس، في حين تحسم الدراسات العلمية والطبية فعالية اللقاح في إنقاذ الأرواح. أبرز المعطيات التي تظهرها الدراسات أن الأشخاص غير الملقحين أكثر عرضة للوفاة بإحدى عشر مرة من الأشخاص المطعمين بالكامل. وبالتالي نود أن نعرف معلومات أوسع لربما عن هذه الدراسة وبيانات مفصلة سنتابعها في هذا العرض مع زميلتنا كارولينا نصار. كارولينا، بداية مساء الخير. مساء النور شطان. واللقاح لا يؤثر علينا، وبأنه اليوم من هو ملقح يعني أقل عرضة للموت. أقل عرضة للموت، ولكن يؤمل من هذه الدراسة اليوم أن تشجع من هم لا يريدون أن يأخذوا هذا اللقاح لعدة أسباب، أن يعرفوا فعلا أن اللقاح يمكن أن ينقذ حياتهم. صحيح. ويوفر على كل البلدان حول العالم يعني مزيد من الإصابات، حتى إن لم تدخلهم إلى المستشفى أو لم يتعرضوا إلى يعني عوارض قوية بسبب هذا الفيروس. ولكن بعد جدل جدوى اللقاح المعتمدة في مواجهة متحورات فيروس كورونا، دراسة أمريكية تقطع الشك باليقين حول فعالية اللقاحات ضد الوباء. ثلاثة أبحاث نشرتها مراكز ضبط الأمراض والوقاية في الولايات المتحدة، جميعها أكدت فعالية لقاحات كوفيد-19 في منع حدوث أي مضاعفات شديدة حال الإصابة بالوباء. أوضحت البيانات أن الأشخاص غير الملقحين هم أكثر عرضة للوفاة بإحدى عشر مرة من الأشخاص المطعمين بالكامل، وأيضا احتمال نقل المصابين إلى المستشفيات ينخفض بعشر مرات في أوساط الأشخاص الذين تلقوا كامل جرعات اللقاحات المضادة. صنفت إحدى الدراسات التي قيمت فعالية اللقاحات في أكثر من 400 مستشفى وقسم طوارئ وعيادة رعاية صحية عاجلة في الولايات المتحدة فعالية اللقاحات بحسب العلامات التجارية، وكانت الفعالية ضد الحاجة للنقل إلى المستشفى بالنسبة لموديرنا بفعالية تصل إلى 95%، فايزر 80% أو تلامس الفعالية 80%، وأخيرا جونسون أند جونسون 60%. تجري مراكز ضبط الأمراض والوقاية منها إلى جانب إدارة الغذاء والدواء الأمريكية تقييما بشأن الحاجة إلى جرعات معززة. يرجح بأن المسنين سيكونون أول من يتلقاها، فيما تبدأ إدارة بايدن إطلاقها في وقت لاحق من هذا الشهر. الرئيس الأمريكي جو بايدن أعلن عن خطة مشددة للتطعيم تتضمن إلزام الشركات التي توظف أكثر من 100 شخص إما بتطعيم الموظفين لديها أو إخضاعهم لفحوصات أسبوعية أو ما صرنا نعرفه كPCR. من باريس للحديث أكثر معنا الاختصاصي بالأمراض الصدرية والجهاز التنفسي الدكتور أنطوان أشقر. دكتور أنطوان، أهلا وسهلا بك. يعني أخيرا هناك دراسة لثلاث يعني فئات عن أن من يتلقوا لقاح فيروس كورونا هم أقل عرضة بالوفاة، ولكن النسب عالية اليوم بين من تلقى اللقاح ولم يتلقوه. مساء الخير. مساء النور لمشاهدينكم. هذه الدراسات تثبت ما نراه يوميا حاليا في العالم، كان في أوروبا أو أمريكا، ولكن أريد أن أركز أن هذه الدراسات تختص باللقاحات التي تستعمل في أمريكا وأوروبا الغربية، يعني اللقاحات اللي حكيت عنها. وهناك دراسات فرنسية تؤكد ما تكلمت عنه بانخفاض كبير إلى الاستشفاء عند الذين أخذوا اللقاح بشكل كامل، وانخفاض بشكل أيضا كبير. يعني في أعطي رقم تيكون المشاهد على اطلاع بشكل واقعي، من أول السنة لآخر آذار 2021 انخفض بشكل كبير دخول عدد الملقحين المستشفيات والعناية الفائقة. وهناك دراسات أكدتها، الدراسات الأمريكية صدرت مؤخرا أيضا في فرنسا، أن اللقاحات تجنب لفترة سنة 12 شهر من أول السنة لآخر السنة حصول أقل من 75,000 حالة وفيات حسب فرنسا. هذا يدل على أن اللقاحات بشكل كامل، إذا أخذنا الجرعات بشكل كامل خاصة
اللقاحات التي لديها جرعتين هي ناجحة، تجنبنا خطر الإصابة، خطر الدخول، خطر الدخول إلى مستشفى العناية الفائقة، وخطر الوفيات. طيب دكتور، اليوم أمام هذه الدراسات، يعني هل الوقت كافي؟ بطبيعة الحال الجميع كان يسأل يعني كيف نأخذ لقاح تم صنعه أو تصنيعه بهذه السرعة؟ هل هذه الدراسات أخذت الوقت الكافي كي يعني نكون متأكدين 100% من هذه المعلومات؟ لا أتكلم عن نفسي، أتكلم عن الأشخاص الذين يشككون باللقاحات. طبعا هناك دائما من يشكك باللقاحات، أكانت اللقاحات ضد الكوفيد أو غيرها، يعني في مواطنين لا يرغبون باللقاحات، ونحن نراها مثلا بالإنفلونزا، بغير بالإباتيتس، يعني ما شيء جديد. أنا اللي بحب أكده إنه نحن أمام جائحة، جائحة يعني مرض عالمي ركع العالم كله سوا، وهناك أكثر من 200 300 مليون إصابة. مبدئيا لتكون عندنا لقاح بالسوق يتطلب دراسة لمدة 10 سنين، هذا إذا كان المرض قليل أو نادر. ولكن مع الكوفيد، مع الإصابات اليومية، مثلا في فرنسا تقريبا هناك 7 مليون إصابة حاليا منذ بداية الجائحة. هذه اللقاحات تمت دراستها على عدد كبير من المواطنين، يعني تجاوز الألوف. عندما نكون أمام مرض قلب مثلا، نحتاج إلى 40 50 مريض يدخلون إلى الدراسة السريرية. هل 40 50 ألف حصلنا عليهم بسبب هذه الجائحة، بسبب الإصابات بشكل سريع؟ نتيجة اللقاحات أثبتت بالفعل بشكل سريع نجاحتها بتخفيف يعني أنا بذكر المواطن، بذكر المشاهدين، من سنة مثلا بأوائل 2020 كان كل شيء مغلق. نحن حاليا نعيش بشكل شبه طيب سؤال أخير طبيعي. قبل أن ينتهي وقتنا دكتور، بما أنه هذه الدراسة يعني تم الوصول إلى هذه الدراسة بسبب كثرة الإصابات حول العالم، هل هذا يعني أننا نقترب من أن نعيش مع فيروس كورونا كفيروس مثل الفيروسات الأخرى، وبالتالي تقترب العودة إلى الحياة الطبيعية؟ طبعا أدري على ذلك ما نعيشه حاليا، نحن نعيش مع الفيروس، نعمل صحيح في إجراءات وقائية، ولكن علينا انتظار تطعيم الكرة الأرضية حتى تخف الإصابات وحتى نعود إلى الحياة الطبيعية. ولكن سنتأقلم مع هذا الفيروس مثله مثل أي فيروس آخر، وخاصة مثل فيروس الإنفلونزا. شكرا جزيلا لك من باريس، اختصاصي الأمراض الصدرية والجهاز التنفسي الدكتور أنطوان شقير، شكرا جزيلا لك. نهاية هذا العرض، نعود إلى شانتال صليبة وملفات غرفة الأخبار.